حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا مساء أمس الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور تسعين عاما على ميلاد صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا. والذي نظمه مهرجان ويندسور للفروسية على مضمار السباق بحديقة ويندسور. وقد بدأ الاحتفال بعرض فيلم سينمائي تناول حياة صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا والمراحل التي شهدتها المملكة المتحدة في عهدها هذا وقد شارك في هذا الاحتفال خيالة من مختلف دول العالم ومن ضمنها مملكة البحرين، حيث تم استعراض 900 جواد و1500 فارس من المملكة المتحدة والدول المشاركة في هذا المهرجان. وفي نهاية الاحتفال أعرب صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عن إعجابه بهذا الاستعراض الكبير، وأشاد جلالة الملك المفدى بما يربط البلدين الصديقين والعائلتين المالكتين من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة. وبشراكه القائمه بينهما والتي تمتد لاكثر من 200 عام وهي شراكه تزداد نموا وقوه مع مرور الزمن مؤكدا ان هذه العلاقات تميزت بعراقتها وخصوصيتها في ظل ما يربط البلدين من تعاون وثيق وروابط متميزه مؤكدا جلالته حفظه الله على دور صاحبه الجلاله الملكه اليزابيث الثانيه في ترسيخ علاقات البلدين وتطويرها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين وتمنى جلاله الملك المفدى لجلالتها موفور الصحه والسعاده وللمملكه المتحده الصديقه دوام التقدم والازدهار